ينضم إلينا من لندن سيد حسن راضي خبير الشؤون الإيرانية. سيد حسن، أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد. المخابرات البريطانية إذن تقول إن إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي. على ماذا استندت المخابرات البريطانية في هذا التشكيك في النوايا الإيرانية برأيك أولا؟ تحية طيبة. أعتقد يعني هناك يعني قضايا كثيرة وهناك مدلولات كثيرة تثبت بأنه إيران لا تريد يعني الوصول إلى اتفاق نووي. يعني هناك مرت الدول الأوروبية وأمريكا وأيضا دول موقع الاتفاق النووي بمراحل متعددة وبعدة جولات في مفاوضات، لكن هناك شروط جديدة وضعتها طهران، منها رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، منها الضمانات من أمريكا لا تخرج من الاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات حتى تلك التي غير متعلقة يعني طيب بالاتفاق. يعني أنت تقول جملة من الشروط الإيرانية في وقت طهران تطالب فيه واشنطن بالواقعية وترك المطالب المبالغ فيها، ولكن يبدو بأن طهران لديها شروط غير واقعية. ما رأيك حتى فيما يتعلق بمسألة رفع اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب سيد حسن؟ بالتأكيد، نعم بالتأكيد أنه إيران، شروط إيران غير واقعية، لأنه أولا لا يمكن لأي حكومة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي حكومة أخرى تضمن يعني ماذا ستفعل الحكومات المقبلة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك توجهات مختلفة حول التعامل مع ملفات الشرق الأوسط بما فيها ملف إيران النووي. هناك يعني نظرة مختلفة بين وموقف بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، أيضا يعني غير واقعية بأنه إيران ليس فقط وضعت شروط تعجيزية بعيدة عن يعني الملف النووي كما قلت، رفع جميع العقوبات ورفع يعني اسم فيلغ الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. إيران عمليا يعني قامت بتطوير أجهزة طرد مركزي، بنت مفاعل جديدة، يعني خصبت يورانيوم كاميرات بنسب عالية جدا ووفقا للمراقبين والدول، انه الدول التي تريد يعني لاغراض سلميه تستخدم النووي لا تحتاج الى تخصيب بنسبه 60 واعلى من 60%. طيب، هذا التشكيك بين واشنطن وطهران وهذا التشكيك ايضا من بريطانيا في مساله نيه ايران في ابرام اتفاق نووي، الى اي مدى يدعم التصعيد بين واشنطن وطهران بشان مساله العوده مره اخرى للاتفاق النووي والتي اثيرت مؤخرا؟ يعني ما مصير مباحثات النووي برايك في ضوء هذه الشكوك المتزايده والتزايد في حده اللهجه بين واشنطن وطهران الموجود اصلا؟ يعني كنا نعرف انه يعني الدول الاوروبيه كانت بجانب ايران ووقفت ضد اداره دونالد ترامب عندما انسحبت من الاتفاق النووي وحاولت مساعده ايران بشكل كبير، منها الانستكس ومنها العلاقات التجاريه ومن شراء النفط وغيرها. يعني اقول كانت يعني بالضد من الولايات المتحده الامريكيه ومواقفها في طريقه التعامل مع الملف النووي، لكن المواقف الايرانيه، التصعيد الايراني، عدم يعني التزام إيران بالوعود وانسحابها من كثير من البنود الاتفاق النووي، جعلت أوروبا تدريجيا يعني ليس فقط تشكك بل وصلت إلى موقف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بسبب يعني الأعمال الإيرانية، يعني كما يعني فعلت في الاتفاق النووي، الشروط الجديدة، التصعيد. بالتأكيد هذا يعني وصل الأمر ليس فقط أمريكا وبريطانيا، فرنسا وألمانيا، كثير كل الدول الآن، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم يوم أمس صرح اليوم عفوا يعني مديرها أنه وصل إيران تطور البرنامج النووي بوتيرة سريعة، وهناك يعني شكوك في أنه إيران تتجه نحو القنبلة النووية. هذا الشكوك موجودة عند الجميع، وليس هناك رقابة يعني للوكالة على كثير من المفاعل بسبب قطع الإشكال، بسبب قطع الكاميرات المراقبة وبسبب الإشكاليات والتعقيدات التي خلقتها إيران. بالتأكيد هذا سيصعد من الموقف وتصل الأمور. طيب، هل التغييرات الحاصلة الوحيدة، هل التطورات الأخيرة الحاصلة هل هي في صالح إيران؟ يعني في الأيام الماضية كان هناك جملة من التحركات كما تعلم، تحالفات على كافة الجبهات، لاحظنا التقارب الغربي الخليجي وزيارة بايدن للمنطقة، رصدنا تقارب في الجهة المقابلة، هذا التقارب الروسي الإيراني. كيف يمكن أن تؤثر هذه التحركات برأيك، وهل هي في صالح إيران أم ضدها؟
لا بالتأكيد ليس بصالح إيران، يعني كل التطورات الإقليمية والمتغيرات الدولية وأيضا التعقيدات في الملف النووي كلها لا تصب في مصلحة إيران، لأنه صحيح أنه يعني الدول الأوروبية وأمريكا الخيار الوحيد المستخدم تجاه طهران وملف أنه هو الطرق الدبلوماسية، لا خير ولا يريدون حتى لا غير ولا يعني حتى لا يريدون الانتقال من الخطة الألف إلى الخطة الباء مثل رفع العقوبات ونقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، لكن هذا الأمر لن يستمر إلى الأبد، لأنه إيران عندما تصل إلى أعتاب القنبلة النووية بالتأكيد هناك دول ستتضرر بشكل كبير وستتحرك. إسرائيل الآن تتحرك وتتوعد بضرب برنامج إيران النووي، وهذا ما كنت الأوروبية الآن كانت سأناقشك فيه سيد حسن. يعني لا يبدو أن إيران التزمت في السابق أو حتى ستلتزم بأي معايير خاصة حتى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تمادت حتى في الأونة الأخيرة في طرح شروط غير منطقية في نهاية جولات ومباحثات الاتفاق النووي. ماذا لو لم يتم اتفاق؟ هل نتحدث عن هذا التصعيد اللي أشرت إليه من قبل إسرائيل وأمريكا ضد إيران؟ هل هذا وارد من وجهة نظرك؟ نعم وارد، لكن لحد الآن إيران تحدث وأيضا بدأت لا تسمع يعني النصائح وأيضا حديث الدول الأوروبية وغير ذلك، لأنه تعرف جيدا أنه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة على أقل التقدير لا تريد يعني استخدام الخيار العسكري، ثم إيران أيضا تعول على ميليشياتها في المنطقة وضرب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، تعول على الموقف الروسي والصيني سياسيا وليس على الصعيد العسكري. لكن بالتأكيد أنا أعتقد أنه عندما يجد الجد وعندما تصل الأمور إلى نقطة لا نهاية أو نقطة الصفر، بالتأكيد أنه يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخالف بشكل كبير يعني توجيه ضربات عسكرية من قبل إسرائيل واستبعدت الخيار العسكري، الآن في الآونة الأخيرة وافقت يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل أن تقوم بعمليات عسكرية واغتيالات واستجواب حتى قادة من القيادات الحرس الثوري في قلب طهران ومنها يوم أمس. هذا كله مؤشرات على تغيير الموقف الأمريكي والأوروبي والتوجه نحو الخيار العسكري، لأن أصبح هو الخيار الأوحد وهذا هو الواقع. يعني الطرق الدبلوماسية منذ سنوات وإيران لا تلتزم بها ولا تريد أيضا أن تصل إلى اتفاق نووي، تريد إيران تصنع القنبلة النووية وتريد يعني رمي اللوم على أمريكا وعلى أوروبا بأنها تلك الدول لا تلتزم. أنا أعتقد أنه هذا الخيار الأوحد بدأنا نقترب إليه بسبب التماطل وأيضا التحديات التي يشكل هذا الملف على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع. سيد حسن راضي خبير الشؤون الإيرانية كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.